السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم مع حل تدريبات الدرس الثاني من الوحدة الثانية وهو الرياضة والتسامح. افتح كتابك كتابة الأنشطة صفحة 30. النشاط الأول بقول لك استمع إلى الفقرة من أحد زملائك ثم أجب. ألف تخير الصواب مما بين القوسين، مرادف تنافسا، تنافسا أي تسابقا. جمع الرياضة، قلنا جمع الرياضة الرياضات. طيب مضاد الحب، مضاد الحب الكرة. كيف بدأت المباراة وعلى ما يدل هذا؟ قلنا بدأت المباراة بتصافح اللاعبين وهذا يدل على الرياضة تقوم على التسامح وأي أولاد الحب المتبادل بين الفريقين. أكمل الشكل التالي، بدأت المباراة ب، قلنا بدأت المباراة الجماعية بتعاون بين أفراد المجتمع، بدأت المباراة بتصافح أفراد الفريقين. طيب انتهت المباراة، قلنا انتهت المباراة بفوز أحد الفريقين. الصفحة اللي بعدها بقول لك اكتب ثلاث، طبعا رقم 2 نشاط، نشاط رقم 3 اكتب لافتة عليها نصائح للجماهير. طبعا هعمل البرواز بتاع اللافتتين وبعد كده هكتب في اللافتة الاولى يجب ان نتحلى بالروح الرياضية، هذه اول لافتة. واحدة تانية هكتب ابتسم عند الهزيمة وتواضع عند النصر، يجب علينا تقبل الهزيمة بصدر رحب، ودي اولاد من الاخلاق الرياضية. النشاط رقم 4 اقرأ الفقرة التالية قراءة صامتة ثم أجب، ويجذب انتباه الجميع احتفاظ أحد اللاعبين بالكرة لوقت طويل وعدم تمريرها لزملائه، وقد نتج عن ذلك أن اختطفت الكرة فأحرز الفريق الآخر هدفا. هات مرادف أحرز، طبعا ده كله في جمل، يبقى أقول لك أحرز بمعنى حقق، هقول الجملة حقق اللاعب هدفا رائعا. ومضاد وجمع الآخر، جمع الآخر الآخرون أو الآخرين. طيب لما أجي أحطها في جملة يجب أن نراعي مشاعر الآخرين. طيب مضاد يجذب، مضاد يجذب يصرف، يصرف بالصاد، يصرف انتباه الآخرين. طيب ما أحطها في جملة، يصرف المسلم نظره عن كل شيء قبيح أو شيء محرم. أكمل الشكل التالي، بعد مشاهدة الموقف السابق علق الأب الأب فقال، ماذا قال الأب؟ إن أهم ما يميز الرياضة الجماعية تعاون أفراد الفريقين. طيب وقالت الأم، قالت الأم يا أولاد إن التعاون في أي مجال يحقق النجاح. أنسب عنوان للفقرة بقى يا أولاد، قلنا أنسب عنوان للفقرة هو أهمية التعاون أو جزاء الأنانية وحب النفس. رقم النشاط رقم 10 نشاط. طيب نشاط رقم 11 بقول لك اقرأ ثم أجب، اقرأ ثم أجب. أرى أن السبب في هذه المشاجرات أن جماهير الفريق المهزوم لم يتقبلوا الهزيمة بروح رياضية، كما أن جماهير الفريق الفائز قد بالغوا في التعبير عن فرحتهم، فينبغي أن نعبر عن الفرحة بالفوز في أدب مراعاة لمشاعر الآخرين. رقم ألف أكمل، مرادف بالغوا، قلنا بالغوا أي جاوزوا الحد. جمع الأدب، الآداب مفرد مشاجرات، مشاجرة. والعلاقة بين الفائز والمهزوم، قلنا علاقة حب وإخاء واحترام. طيب أقول لك اقترح أكثر من عنوان للفقرة السابقة. قلنا أول حاجة أو الأسباب مشاجرات الجماهير أو نتيجة التعصب الكروي أو نتيجة عدم قبول الهزيمة أو تقبل الهزيمة. طيب كيف نعبر عن الفوز في أدب؟ قلنا نعبر عن الفوز في أدب بعدم المبالغة في أولاد، في المبالغة في التعبير عن الفرحة والانتصار، كما أيضا يجب علينا مراعاة مشاعر الآخرين. وبكده نكون انتهينا من تدريبات هذا الدرس، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.